الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. الرئيس السيسي يواجه بتوفير الرعاية الطبية لرئيس الإذاعة الأسبق حمد الكنيسي بمستشفى المعادي العسكرية إثر إصابته بأزمة صحية. وزيرة الصحة تعلن إنتاج 15 مليون جرعة من ساينوفاك وتوريد أول مليون جرعة للمراكز الطبية بداية من الغد. الثالثة مساء في القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، ويمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قد أعرب عن التقدير لما بذله رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق من جهد وتفان في تحمل مسؤولية الرسالة الوطنية للهيئة والمساهمة في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وذلك امتدادا للتاريخ العريق للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق انضباط الأداء الإداري الحكومي. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار عصام الدين محمد فهيم رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 21/8/2021. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وذلك بمستشفى المعادي العسكري إثر إصابته بأزمة صحية. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. المزيد عن الإعلامي حمدي الكنيسي نستعرضه مع حضراتكم في العرض التالي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تسرع الخطى في تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع وضغط المخطط الزمني. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، ويهدف المشروع لتحقيق نقلة حضرية بالمنطقة وإحياء أول عاصمة إسلامية في أفريقيا والحفاظ على العمارة الإسلامية الخالدة بها لتصبح مدينة الفسطاط متحفا مفتوحا أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم. كما يستهدف المشروع إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة. We'll be right back.
ترأس المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة مصر المعلوماتية، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت. وتعد جامعة مصر المعلوماتية أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها، وقد أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعة في أكتوبر القادم في 4 كليات، هي كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا المعلومات، وكلية الفنون الرقمية والتصميم. من خلال مجلس الأمناء نضع السياسة العامة اللي الجامعة هتمشي عليها، والتفكير في إنشاء الجامعة تفكير متقدم جدا، لأنها بما تحوي من تخصصات اللي تفضل معالي الوزير وذكرها، هم 4 كليات. ده مستقبل العالم كله بيتجه إلى هذه التخصصات، وخصوصا في الذكاء الاصطناعي. أرى أن جامعة مصر المعلوماتية التي كان السيد رئيس الجمهورية قد تفضل بإصدار قرار إنشائها قبل أيام قليلة هي تكريس لسياسة الدولة المصرية في أن يكون بناء الإنسان هو المرتكز الرئيسي للنهضة التي نعمل عليها ونصب لتحقيقها بإذن الله. وبالعودة لتصريحات رئيس الوزراء الخاصة بتطوير القاهرة التاريخية، ينضم إلينا دكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني. دكتور محمود، تحية لحضرتك. يعني كيف ترى استراتيجية تطوير القاهرة التاريخية وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة التاريخية بمصر؟ هو عمل فريد بيحول منطقة كانت قد أصبحت تحتوي على عشوائيات وتدهورت القيمة العالية لها على بر التاريخ. هذا العمل الفريد ينقلها من منطقة عشوائية إلى مقصد سياحي عالمي، فهذا نموذج فريد كعمل تخطيطي، ونحن يعني سعداء جدا بهذا العمل الذي يعد له الآن مخطط تفصيلي يشارك فيه خبراء على أعلى درجة من الخبرة، ومنطقة لها قيمة عالية كانت قد أهملت والآن يتم إحيائها على أعلى المقاييس والمعايير العالمية لتكون مقصد سياحي إقليمي دولي وعالمي. ونحن نرصد افتتاحات وتنفيذ متتابع لهذه المراحل وسرعة في معدلات التنفيذ مع جودة وأداء عالي جدا في نوعية المنتج العمراني، ونتخر بهذا النموذج كمقصد سياحي وعالمي. ونحن نقول أن القاهرة لم تهمل، بل بالعكس حصلت على أقصى درجات التركيز والعناية بمخططات فريدة وأعمال كبرى تعيدها وتضعها القاهرة ككل كعاصمة فريدة عالمية كبيرة وسط كل هذا الذي يحدث المستجدات العالمية. ونحن لم ننسى القاهرة ونحن نعد العاصمة الإدارية، بل نحن نعيد للكيان الكبير القاهرة قيمتها العالية لتصبح العاصمة الفريدة المتميزة في الشرق الأوسط. دكتور محمود، هناك تجديدات رئاسية بسرعة الانتهاء من المشروع وفق أعلى المعدلات، برأيك كيف يسهم هذا المشروع في خلق مجتمعات عمرانية وتنمية سياحية للمنطقة وإعادة إحياء السياحة الأثرية وسط القاهرة؟ بالتأكيد احنا بنعمل توازن بين ما يحدث من عمران جديد 20 مدينة ذكية وأولها العاصمة الإدارية. وهل يعقل أن تكون لدينا مدن ذكية تتفاعل مع مدن قديمة اختلت وظائفها؟ لابد أن نعيد للعمران المصري كله أو في مقدمة القاهرة قيمته الفريدة العمرانية لكي يستطيع أن يتفاعل مع العمران الجديد بكفاءة عالية، ويشكل العمران الجديد والقديم قمة عالية للعمران المصري الذي كان طوال التاريخ فريد وعالي ومتميز ونموذج يحتذى به. نحن الآن هناك تحدي كبير جدا، التعامل مع المناطق التاريخية والمناطق القديمة ومن أصعب التحديات وأكثرها كلفة وأكثرها طلبا لإمكانيات مادية وقدرات وخبرات
عالية. نحن الآن نستعين بأعلى الخبراء في كل التخصصات لكي نحول منطقة أهملت وتدهورت من عشوائية إلى مقصد سياحي عالمي يحتوي على متحف حضارة وبحيرة ومناطق وإسكان على أعلى مستوى. هذا التحدي الكبير نقلة غير مسبوقة في العالم كله، وهذه بأمانة نموذج فريد في كل التحديات، والآن سيتم تنفيذه بشكل متتابع. والخطة التي وضعت القصد منها أن يتوازى التطور العمران القائم مع العمران الجديد لكي يتم تفاعل إيجابي بين هذه المستجدات. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني. أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح ساينوفاك على أن يتم توريد أول مليون جرعة في المراكز الطبية بدءا من الغد. وخلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات لقاحات كورونا، أكدت الوزيرة أن اللقاح المصري يقلل نسبة دخول المرضى إلى المستشفى بنسبة 90%. تم إنتاج، إحنا دلوقتي ما عندنا إنتاج ل 15 مليون جرعة من فاكسيرا ساينوفاك. بدء توريد اللقاحات اللي تم تصنيعها، أول مليون جرعة هيتم توريدها لمراكز اللقاحات ابتداء من الغد في جميع المحافظات. الطاقة الإنتاجية لفاكسيرا ساينوفاك من 15 مليون ل 18.5 مليون جرعة شهريا، وده طبعا هيحل مشكلة كبيرة جدا في مجال توفير اللقاحات. زي ما انتم شايفين التحدي الكبير في توفير اللقاحات اللي هو مش ملوش علاقة بتوفر الفلوس قد ما قدرة التصنيع في العالم كله محدودة للغاية، وعشر دول في العالم قدرت انها تاخد 80% من الانتاج العالمي. وضمن جهود توفير اللقاحات، أكدت وزيرة الصحة أن مصر ستستقبل 5,200,000 جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا. وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه ستكون هناك وفرة في اللقاحات خلال الأيام المقبلة. شهر 9 هيشهد وصول إن شاء الله جرعات فايزر وموديرنا، حوالي 5.2 مليون جرعة فايزر وموديرنا. الناس اللي عندها احتماليات للسفر للخارج وما خدتش اي جرعات تاخد من فايزر وموديرنا واسترازينيكا متوفر ممكن ياخدوا مني. واستجابة لتكثيف جهود مواجهة كورونا، أكدت وزيرة الصحة أن الوزارة عملت على زيادة أعداد مراكز تلقي اللقاح في المحافظات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المراكز قد بلغ 657 مركزا حتى الأسبوع الماضي. إحنا استجابة للمتغيرات، أنا بتكلم دلوقتي عن المراكز الثابتة غير مئات وألاف من الفرق المتحركة اللي موجودة في المصانع أو في أماكن دواوين الحكومية أو خلافه. إحنا بنتكلم على النهاردة 512 مركز ثابت للقاحات في 27 محافظة، ارتفع من 446 الأسبوع اللي فات ل 512 الأسبوع ده. ارتفعت مكاتب أو أماكن اللقاحات من أجل السفر من 134 الأسبوع اللي فات ل 145 الأسبوع ده، إجمالي المراكز 657. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد الجواد هاشم أستاذ الميكروبيولوجي. يعني أستاذ عبد الفتاح، يعني بداية مصر ستبدأ في تطعيم مواطنيها من اللقاح المصنع محليا، وإعلان وزيرة الصحة اليوم بإنتاج نحو 15 مليون جرعة من هذا اللقاح. كيف ترى اهتمام مصر بتصنيع وتنوع تصنيع اللقاحات في مصر؟ هو في الحقيقة بص، تصنيع اللقاحات احنا عندنا من قبل ما بنصنع لقاح سينوفاك احنا بنصنع لقاحات، يعني عندنا مصنع للمصنع للقاح عجوزة وب 6 اكتوبر امتداد ليه، فاحنا بنصنع اوريدي وعندنا. هي بس الفكرة كلها مش بس تصنيع، الفكرة ان يبقى عندك القدرة على الرقابة والجودة، يعني يبقى عندك معامل تحلل لكي تتأكد من كفاءة
وأمان وفاعلية اللقاح. نعم. اللقاح بتاع سينوفارم هو تقريبا نفسه لقاح سينوفاك. احنا خدنا اللايسنس ان احنا نصنع، او يعني هو بيجي لنا مركز، والتعبئه تخفيف والتعبئه للصناعه الصيدليه بتبقى ماده خام وبعدين تتخفف ويتحط عليها مواد اخرى وبعدين تتعبى في صورة. طبعا بيبقى اعقد حاجه الحقن. نعم. يعني الاقراص او الكبسولات او دواء الشراب ده لازم يبقى له خط انتاج، فاحنا عندنا خط انتاج لانتاج حقن ده بيبقى غالي جدا. نعم. فاحنا اوريدي خلاص بنصنع سينوفاك. طيب. بنفس الكفاءه والفاعليه والامان بتاع المصنع الاصلي اللي هو سينوفاك في الصين. تمام. طب يعني حضرتك يعني بنتابع مع بعض الحملات اللي بتقوم بها مصر لتطعيم مواطنيها، خاصه طبعا زي ما اعلنت الدكتوره هاله زايد اليوم عن تطعيم طلاب المدارس والجامعات والحرص الدائم على متابعه كل المواطنين والتابعين للجهاز الاداري الدوله وما الى ذلك. يعني كيف ترى اهتمام مصر بفكره تطعيم المواطنين واكبر عدد من المواطنين؟ هي الدولة بتهتم بالتطعيم، احنا من اوائل الدول اللي طعمت، يعني احنا كان عندنا من اوائل الدول اللي كان فبراير بتطعيم سينوفارم، ده كان اول تطعيم جلد. بعد كده منظمة الصحة العالمية بتورد تطعيمات والدولة كمان بتكمل العدد بتطعيمات هي بتشتريها. نعم. فعندنا دلوقتي تقريبا كل انواع التطعيمات، يعني جونسون اند جونسون وصل، بقى عندنا سينوفارم سينوباك، وعندنا أسترازينيكا. ولكن هي الفكره كلها اوقات بيبقى المواطن مثلا عايز يطعم أسترازينيكا ولكن اللي موجود يكفي للجرعه الثانيه. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. اتفضل. كفاءه التطعيمات كلها تقريبا متساويه. في بقى بعض المعلومات بتتداول عالميا سواء على السوشيال ميديا او في حاجات محترمه. السياسة والاقتصاد بيلعبوا دور كبير جدا في التسويق لمنتج معين عن التطعيم. السياسة والاقتصاد بيلعبوا دور كبير جدا. نعم. ولكن أنا بمنتهى الأمانة كل التطعيمات الكفاءة بتاعتها تقريبا متقاربة. هو لما بيجي يقول لي كفاءة التطعيم ده 70% أو 80% بناء على إيه؟ لأن هو لما عمل التجارب السريرية لازم يجيب أعمار مختلفة من جنسيات مختلفة، يعني لازم يعمل جنسيات مختلفة، سامي وقاري وجنس أبيض وجنس ونمرة اثنين ذكور وإناث ودرجات متفاوتة في الأعمار، يعني لازم يجرب على من 30 ل 50 سنة، من 50 ل 70 سنة، من 70 ل 90 سنة. الكفاءة بقى في المناعة بتاعت الشخص، مش احنا ما بنتكلمش على التطعيم دلوقتي. الشخص اختلف، استقبال المريض المناعي بقى هو ده اللي بيختلف. نعم. وبالتالي في الاخر بيقول كفاءة التطعيم ده بالقيمة دي. نعم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الجواد هاشم استاذ الميكروبيولوجي، شكرا جزيلا لوجودك معانا. أعلنت هيئة الدواء المصرية منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك فاكسيرا المنتج محليا، وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة طبقا للقواعد والمرجعيات العالمية. يأتي ذلك انطلاقا من استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توفير لقاحات آمنة وفعالة لمواجهة كورونا. وأكدت هيئة الدواء أن منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح قد جاء بعد أن قدمت الهيئة دعما فنيا وإجرائيا غير مسبوق لشركة فاكسيرا مساهمة منها لتوطين تلك الصناعة الهامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي في أسرع وقت ممكن، وكذلك وضع مصر على خارطة الدول المنتجة للقاحات كورونا. وفي إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا تتواصل عملية تطعيم جميع العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الحكومية، كما تسعى الدولة لتطعيم جميع العاملين بقطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي بالإضافة إلى جميع الطلاب استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
جهود متواصلة ومساع حثيثة تقوم بها مصر لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بدأت بالإجراءات الوقائية والاحترازية تالتها تأمين جرعات اللقاحات المضادة سواء الخارجية أو المحلية. وعقب تلك الخطوة الهامة تواصل الدولة جهودها للتوسع في تطعيم مختلف فئات المواطنين بما يضمن الحد من انتشار الوباء. خطة متكاملة تقوم بها الدولة لتطعيم جميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بالتوسع في تلقي مختلف المواطنين للقاحات المضادة. الدولة تسعى لتطعيم العاملين بقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد بأمان، حيث تابع رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة إجراءات تطعيم العاملين في القطاع التعليمي، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن الحد من انتشار هذا الفيروس ويوفر المزيد من الاطمئنان للمشاركين في العملية التعليمية بمختلف مراحلها. وحرصا منها على تأمين جرعات اللقاحات بقدر كاف، عقدت مصر العديد من الاتفاقيات مع كبرى مراكز تصنيع اللقاحات لتوريد اللقاحات العالمية، تسلمت منها شحنات كبيرة، ومن المنتظر وصول شحنات أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع مساعي الدولة لتوطين تصنيع اللقاحات، حيث من المقرر أن يتراوح الإنتاج القومي من لقاح فاكسيرا سينوفاك من 15 إلى 18.5 مليون جرعة شهريا. وقد عززت مصر معدلات التلقيح في الأشهر الماضية، حيث فتحت العديد من مراكز التلقيح القادرة على تقديم اللقاح لآلاف الأشخاص يومياً في جميع أنحاء الجمهورية. وتعد مصر من بين البلدان القليلة التي يتاح فيها التلقيح ليس لمواطنيها فحسب، بل لجميع المقيمين على أرضها بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون. وتواصل الحكومة جهودها لمتابعة تسجيل المسافرين للحصول على لقاح كورونا لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج لمن سبق وتلقى لقاحاً غير معتمد في الدولة المقرر السفر إليها. وفي هذا السياق عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم اجتماعاً مع أعضاء غرفة العمليات بالوزارة بهدف متابعة التسجيل لإعداد قوائم بالبيانات الخاصة بهم لموافاة وزارة الصحة والسكان بها ليتلقوا اللقاح المتوافق مع اشتراطات الدول المتوجهين إليها. قتل حارس أفغاني في تبادل لإطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح اليوم في مطار كابول. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن القوات الألمانية والأمريكية قد تدخلت في أعقاب الحادث. وأوضح الجيش الألماني على تويتر أن تبادلا لإطلاق النار قد وقع بين حراس أفغان ومهاجمين مجهول الهوية عند البوابة الشمالية لمطار كابول، مما أدى إلى مقتل حارس أفغاني وإصابة 3 آخرين. ويشهد مطار كابول فوضى مع تدفق عشرات الآلاف من الأفغان والأجانب إليه سعيا للفرار من أفغانستان، وذلك بعدما سيطرت حركة طالبان على البلاد. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الأمريكية وسعت حدود مطار كابول في إطار جهودها لتسريع إجلاء أمريكيين وأفغان ومواطنين دول حليفة. وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنه لا يزال يخطط لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 من أغسطس الجاري. هناك محادثات تجري بيننا الآن ومع الجيش بشأن التمديد، نأمل بأن لا نمدد، ولكن ستكون هناك محادثات أتوقع حتى نرى طبعا مدى تقدمنا. لن أتحدث طبعا عن التغييرات التكتيكية التي نقوم بها، فنحن لدينا لقد زدنا طبعا فرصة الوصول إلى المطار حتى يصل الناس أكثر وبأمان. طبعا العملية خطيرة ولكن لن أخوض في تفاصيل أكثر. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية والمدنيين الأبرياء في مطار كابل. أشار إلى أن المواطنين يواجهون خطر الهجوم من تنظيم داعش الإرهابي على الرغم من تأمين محيط المطار بشكل كبير. ISIS-K
تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان هو عدو قوي للطالبان، ولهم تاريخ في قتال بعضهم البعض، لكن طالما لدينا قوات على الأرض فإن هذه القوات والمدنيين الأبرياء في المطار يواجهون خطر الهجوم من التنظيم الإرهابي، على الرغم من أننا نؤمن محيط المطار بشكل كبير. لقد أجرينا عددا من التغييرات بما في ذلك توسيع نطاق الوصول إلى المطار والمنطقة الآمنة. قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن الولايات المتحدة تركز حاليا على جهود الإجلاء الجارية في أفغانستان. وحسب ما ذكرت وكالة رويترز، فقد أكدت هاريس خلال زيارتها لسنغافورة أن أولوية الإدارة الأمريكية حاليا تتركز على إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر، وخاصة النساء والأطفال، معربة عن أملها ألا تصبح أفغانستان بؤرة للإرهاب مرة أخرى. قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن قرابة 10 ملايين طفل في جميع أنحاء أفغانستان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المسؤولة الأممية توقعت أن تزداد الاحتياجات الإنسانية للأطفال والنساء خلال الأشهر المقبلة وسط الجفاف الشديد، وأكدت أن الملايين بحاجة لحملات التطعيم المنقذة للحياة ضد شلل الأطفال والحصبة. من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن 500 طن من الإمدادات الطبية كان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع تعطلت بسبب القيود المفروضة على مطار كابول، وتشمل معدات جراحية وعلاجات للالتهاب الرئوي عند الأطفال. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي عن إطلاق عملية أمنية في قضاء الطارمية، موضحا أن القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة من خلال التعاون بين الدولة والمواطن. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن القاضمي زار قيادة العمليات العسكرية في الطارمية واجتمع بالقيادات الأمنية. وأكد القاضمي أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيها الجميع، ويجب إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة، وكذلك منع تكرار أي خروقات. وأشار القاضمي إلى أن العراق يمر بظروف حساسة جدا، وأن الانتخابات المبكرة ستأتي بحكومة جديدة، معربا عن أمله في تأسيس دولة عراقية قوية وناجحة بمؤسسات فاعلة ومهنية. أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اعتقال إرهابي وضبط صواريخ وعبوات ناسفة بمحافظة الأنبار غربي العراق. أضافت الخلية أن العناصر الاستخبارية والقوة البرية تمكنت أيضا من ضبط 20 قذيفة هاون عيار 120 ملم وعشرة عبوات ناسفة وأربعة صواريخ RPG في منطقة الجريشي بمدينة الرمادي في محافظة الأنبار. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضامن بلاده حكومة وشعبا مع تونس في هذه المرحلة الدقيقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس تبون والرئيس التونسي قيس سعيد، حيث بحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد. من جانبها اتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. We'll be right back.
طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم بتأجيل جرعات لقاحات فيروس كورونا تنشيطية. وأشار أدهانوم إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم 1 أو 2% فقط من سكانها. وخلال زيارته لبودابست قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن سلالات أقوى من فيروس كورونا يمكن أن تظهر إذا لم ترتفع معدلات التطعيم عالميا، وأن اللقاحات التي من المزمع أن تكون جرعات تنشيطية يجب التبرع بها للدول التي لم يتلقى الناس فيها إلى الآن جرعاتهم الأولى أو الثانية. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة مصابي فيروس كورونا حول العالم قد ارتفعت إلى 211,816,904 حالة. وأضافت الجامعة أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4,431,068 حالة. هذا وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في إجمالي عدد المصابين بحصيلة تبلغ 37,709,810 حالات حتى الآن. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 3,668 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3,871,865 إصابة جديدة بالفيروس. وأشارت البيانات إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 91,980 حالة. في البرازيل أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14,404 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 20,570,891 حالة إصابة. وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 331 وفاة جديدة بالفيروس في البلاد، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 574,574 شخصا. وتعد البرازيل هي الدولة الثانية عالميا في إجمالي الوفيات، في حين تحتل المرتبة الثالثة في عدد الإصابات بالفيروس. نشرت السلطات في فيتنام قوات الجيش بمدينة هو تشي مان التجارية الكبرى للمساعدة في فرض الإغلاق على المدينة بعدما تحولت لنقطة تفشي كبرى لفيروس كورونا. وذكرت شبكة تشانل نيوز أشياء أن القوات مسحت المناطق السكنية وعملت على منع خروج السكان من منازلهم، بالإضافة إلى عمليات توزيع الطعام. وتأتي قرارات بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات بالمنطقة رغم القيود على حركة المواطنين المفروضة منذ الشهر الماضي. أهلا بكم من جديد. فرضت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية غرامات بلغت قيمتها 35,000 دولار أسترالي على أشخاص حضروا قداسا غير قانوني في كنيسة في قلب المناطق التي يتفشى بها فيروس كورونا. وتم فرض الغرامة على 30 شخصا من رواد الكنيسة بقيمة 1,000 دولار لكل منهم بعد حضورهم موعظة مسائية في بلاك تاون في ويسترن سيدني الكبرى، كما تم تغريم الكنيسة 5,000 دولار أخرى. وشارك في القداس أشخاص من مناطق أخرى تخضع لقيود أكثر صرامة من باقي أنحاء الولاية. تلقت رئيسة تايوان تساي إنغوان أول جرعة لقاح مضاد لكوفيد 19 محلي الصنع، والذي أصبح أيضا متاحا للمواطنين في نفس اليوم. وبدأت تايوان اليوم في تقديم اللقاح المحلي، وتوجه العديد من الشخصيات العامة بما في ذلك أعضاء مجلس المدينة لتلقي جرعة اللقاح لإظهار دعمهم للقاح المنتج محليا.
أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه اليوم برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر وبحضور جميع أعضاء المجلس، أقر عددا من السياسات واتخذ مجموعة من القرارات في إطار الدور المنوط بالمجلس بتنظيم الصحافة والإعلام، حيث وافق المجلس على استحداث بند جديد يضاف إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات نصا مفاده يعد مخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلامي واعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، قيام الصحفي أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر دون إذنه أو علمه بأي وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم، وقيامه ببث المحادثة التي سجلها نصا على أي وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة. وأوضح البيان أن يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة مخالفة ذلك إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 250,000 جنيه بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من أثار، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة ترد في قانون آخر. كما أكد المجلس على مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة الثانية من القانون رقم 206 لسنة 2017، والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تشكل برئاسة وزير الصحة. كما قرر المجلس أيضا وقف بث عدد من البرامج والإعلانات، وذلك لقيامها بالبث بدون حصولها على موافقة الجهات الطبية المعنية. كما أقر المجلس حجب بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة. عقدت الحكومة اجتماعا لبحث تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف القوافل البيطرية لفحص وعلاج الماشية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن اهتمام بالقوافل البيطرية يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربيين. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التموينية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التموينية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأوضحت استقرار أسعار كافة السلع الأساسية بما فيها المكرونة بكافة المنافذ التموينية. تابعت الحكومة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى محافظة جنوب سيناء للعام المالي 2021-2022. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة بديوان عام الوزارة. واستعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بمشروعات منظومة المخلفات الصلبة بما يسهم في تحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بمدن المحافظة، وكذلك الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري. أصدرت وزارة الإسكان كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قرارات التصالح وتيسير عملها في سرعة فحص الطلبات. وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، قال إنه تم نشر الإصدار الثاني من الكتيب متضمنا التعديلات التشريعية على قانون التصالح والتي صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والتعديلات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون قرارات أرقام 800 لسنة 2020 ورقم 963 لعام 2020.
عقد محافظ القاهرة خالد عبد العالي اجتماعا لمراجعة ما تم تنفيذه من إجراءات لتطبيق اشتراطات تراخيص البناء الجديدة وما تم من أعمال في لجان فحص الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص، وكذلك أعمال فحص ومراجعة الرخص المسموح لها باستئناف الأعمال وتوفيق أوضاع هذه الطلبات لعرضها على اللجان المختصة بهدف إبداء الرأي الفني طبقا لإجراءات ضبط منظومة العمران والتراخيص بمحافظة القاهرة. استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 2021-2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة المتوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018-2019 و2021-2022. أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول بخطة عام 2021-2022 تبلغ 65.3 مليار جنيه، منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات و16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول بنسبة تقترب من 75% و25% على التوالي. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 722 مليارا و886 جنيه. وقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10884 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس والذي ارتفع بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة. كما صعد أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي ارتفع بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3932 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل للبورصة المصرية تنضم إلينا عبر سكايب خبيرة أسواق المال حنان رمسيس. أستاذة حنان، بعد التحية، يعني كيف ترين أداء البورصة المصرية خلال اليوم وأهم الأحداث التي أثرت على تعاملات البورصة المصرية؟ مساء الخير يا فندم. كان واضح طبعا من خلال جلسات الأسبوع اللي فات أن كان في تباين، وكان التباين ده ادى الى ان مؤشر 30 هو الوحيد اللي كان عامل انخفاض وهو انخفاض طفيف، اما باقي المؤشرات فهي عامله اداء الاسبوع على ارتفاع. ابتدينا جلسات الاسبوع الاحد امبارح على انخفاض لكافه المؤشرات، ثم ابتدت المؤشرات تتجاوب تدريجيا بسبب انخفاض الاسعار لترتفع تدريجيا. طبعا احنا عارفين ان في ابتداء من اول سبتمبر هيبقى يتفتح تبديل السعريه 20%، فده اللي خلى العديد من المتعاملين ان هم يؤثروا ان هم يكونوا مراكز شرائيه، شايفين ان في استفاده في الفتره القادمه باذن الله بموضوع الارتفاعات السعريه. اللي ادى الى موضوع جني الارباح كان في اشاعه في السوق بتتكلم عن العوده الى تطبيق ضريبه الارباح الراسماليه، ده اللي عمل نوع من الفلفله في السوق، لان كمان كان في مراجعه للاسهم في مؤشرات الاسواق الناشئه خفضت من بعض الاوزان النسبيه للاسهم القياديه، وفي منهم اتنقل من الشركات المتوسطه للشركات الصغيره، فالمتعاملين الاجانب بيعدلوا مراكز في هذه الشركات. طبعا زي ما حضرتك ذكرت في التقرير كان في مشتريات من قبل المستثمرين المصريين، وده اللي بيؤدي الى الاداء الايجابي المنتظم للمؤشر السبعيني، شايفينه بيحقق نقاط قياسيه كل اسبوع، متوقعين له كمان مزيد من الاداء الايجابي مستجيبا لنتائج الاعمال الجيده اللي ضخ العديد من السيوله في اسهم هذا المؤشر، ومعدل دوران النقديه فيه اللي هو معدل قوي. وطبعا شايفين التحركات السعريه في العديد من الاسهم، دا
بتجذب متعاملين اخرين للدخول لعمل ارباح راسماليه من اسهم هذا المؤشر. طبعا متوقع ان احنا هنستمر في الاداء الايجابي مع وجود نقاط لجني الارباح، ودي طبعا نقاط صحيه اللي هي تبديل مراكز المتعاملين ودخول مستثمرين اكثر صبرا واكثر قدره على تحمل المخاطره. وكمان شايفين ان الفتره القادمه هي في اخبار اقتصاديه جيده تتعلق بطرح العاصمه الاداريه، تتعلق بالمقابله اللي بتقوم يعني بصفه دوريه مع السيد رئيس البورصه، الوقوف على تبسيط اجراءات القيد لتنشيط التداول في البورصه حتى تعود البورصه مره اخرى كمنصه للتداول منصه للقيد، وده طبعا من احد ادوارها الهامه اللي هتدعم طبعا نشاط الاقتصاد وهيبقى ليها مردود جيد على حركه. طيب استاذه حنان، تدفق الاسهم الاجنبيه، توقعات حضرتك نتكلم توقعات قصيره المدى اسبوع اثنين ولا طويله المدى لمده طويله؟ على الاجل القصير انا شايفه ان المؤشر ال 30 هيفضل في نطاقه، ممكن يرتفع جزءا لو تم ضخ السيوله المؤسسيه، اما المؤشرات الفرعيه هتستمر في الاداء الايجابي مع وجود نقاط لجني الارباح ثم يتبعها عزم اعلى للتداول وارتفاعات قياسيه متواليه. استاذه حنان، نصيحه حضرتك للصغار المستثمرين المواطنين الذين ليس لديهم خبره كافيه باعمال البورصه ويرغبون في الاستثمار في البورصه المصريه، ابرز القطاعات التي من الممكن التعامل يعني عليها بامان لصغار المستثمرين؟ في عندنا قطاع العقارات قطاع واعد، قطاع جيد فيه العديد من الاسهم محققه ارتفاعات قياسيه، وكمان بنصحهم بقطاع السياحة والترفيه لأنه من القطاعات اللي هتسترد عافيتها مرة أخرى وأسعار أسهمها متدنية، وبقول لهم برضه قطاع الأدوية والرعاية الصحية في أسهم فيها لسه التحركات السعرية مش مرتفعة يقدروا إن هم يكونوا مراكز شرائية فيها، وبنصحهم كمان إن هم يضخوا سيولة في البورصة ويتعاملوا حتى بمبالغ قليلة بإذن الله، يعني المبالغ دي هتبقى تنمو وهتبتدي تبقى عندهم استثمارات جيدة، لأن دعم التعامل في البورصة من خلال زيادة الطلب بيرفع من القيمة وبيرفع من الأسعار، وده بيخلي المؤشرات عادة مزدهرة وفي المنطقة الخضراء. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، كنت معنا عبر سكايب. وانتهت نشرة الثالثة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمستشار عزة أبو زيد عبد الرحمن رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الطبية لرئيس الإذاعة الأسبق حمدي الكنيسي بمستشفى المعادي إثر إصابته بأزمة صحية. وزيرة الصحة تعلن إنتاج 15 مليون جرعة من ساينوفاك وتوريد أول مليون جرعة للمراكز الطبية بداية من الغد. نهاية نشرة الثالثة، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.